ما معنى كلمة تويتر؟ تويتر أو تويتر هو واحد من أكبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت. تأسس سنة 2006، يسمح للمستخدمين بالتواصل مع بعضهم البعض عن طريق رسائل يستطيع الجميع مشاهدتها. تسمى هذه الرسائل باسم تويت، بمعنى تغريدات. فعندما يقوم أي مستخدم بالنشر على مواقع تويتر، يمكن أن تقول أنه يغرد على تويتر أو تويتينج. ويعتبر هذا بمثابة شعار لموقع تويتر الذي يمثل صورة عصفور. تعتمد فكرة موقع تويتر على أن كل مستخدم يدخل بحسابه أو يكتب أو ينشر ما يريده على هيئة رسائل ظاهرة لجميع المتابعين لحسابه، وتسمى هذه الرسائل بالتغريدات. وتسمى بهذا الاسم لأن شعار الموقع هو العصفور، كما أن الموقع يعتمد بشكل كبير على رمز الهاشتاج. كلمة تويتر أو تويتر هي كلمة في اللغة الإنجليزية تعني المغرد، ولهذا السبب شعار تويتر هو العصفور، حيث أن الموقع يعطي انطباع للمستخدمين أن كل منهم عصفور ينشر أفكاره على هيئة تغريدات.